السؤال الثالث، ما الذي يفيد الميت بعد موته؟ طبعا الله أن يكتب على العمل الصالح، لنجتهد اليوم قبل غد، فإننا راحلون وتنقطع الأعمال بالموت، وبالتالي لا تنتظر من أحد أن يأتيك بشيء بعد موتك. إذا لم تقدم لنفسك اليوم بما تستطيع من صالح العمل، فغيرك أشح عليك من نفسك. فلذلك أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في صالح العمل واحتساب الأجر عند الله عز وجل. واليوم مزرعة وغدا حصاد، الدنيا يزرع فيها الناس الأعمال وغدا يحصدون ذلك في قبورهم ويوم بعثهم ونشورهم، ثم في مستقرهم في ما تؤول إليه حالهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن في من يسأل عما ينفع الميت بعد موته من أبناء ومحبين يريدون أن يوصلوا نفعا لأمواتهم، أفضل ما توصله إلى الموتى هو الدعاء لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فخير ما يبذله الأولاد لآبائهم هو أن يعملوا بالدعاء لهم بعد موتهم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن بر أبويه بعد موتهما، فقال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبين ما الذي يحصل به نفع الميت بعد موته، بر الميت بعد موته. لكن أنفع ما يكون وأجرى ما يكون من الخير هو الاستغفار للموتى والدعاء لهم. أسأل الله يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.